السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة العملاء في يمن موبايل اليمن، أو كود خدمة الزبناء عن طريق الاتصال من أي موبايل بالرقم ده 121 121، كود خدمة العملاء، أو 8 7 عن طريق التليفون الأرضي 123. ثانية نكتب 8 7 123 4 1 2 3 4، يبقى 121 كود خدمة العملاء، أو من أي رقم أرضي من 8 7. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء خدمة عدم الإزعاج في يمن موبايل اليمن. كود إلغاء خدمة عدم الإزعاج في يمن موبايل، الكود هو نجمة 800. نجمة 800، بدوس اتصال بيتم إلغاء خدمة عدم الإزعاج في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة الاستعلامات المحلية في يمن موبايل اليمن. لو عايز أعرف أي حاجة عن كود الاستعلامات المحلية، أقدر أعمل الخدمة من خلال الاتصال بكود 118 118، كود خدمة الاستعلامات المحلية في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء تحويل جميع المكالمات لرقم آخر في يمن موبايل اليمن. لو أنا كنت عامل تحويل مكالمات لرقم آخر بأي طريقة، إذا كان مغلق أو عدم الرد أو الخط مشغول، أقدر ألغي كل التحويلات دي من خلال كود نجمة 720. نجمة 720، أدوس اتصال بيتم إلغاء تحويل أي تحويل كنت عامله لرقم آخر في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل جميع المكالمات لرقم آخر في يمن موبايل اليمن. كود تحويل جميع المكالمات إلى رقم آخر في يمن موبايل، الكود هو نجمة 72، بعد كده بضيف رقم الموبايل اللي هحول له المكالمات. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء التنبيه بوجود مكالمة في يمن موبايل لليمن. لو أنا كنت عامل خدمة التنبيه بوجود مكالمة، أقدر ألغيها من خلال الكود ده نجمة 740. نجمة 740 هو كود إلغاء التنبيه بوجود مكالمة في يمن موبايل اليمن. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل المكالمات لرقم آخر في حالة انشغال الخط في يمن موبايل اليمن. لو عايز أحول المكالمات لرقم تاني إذا أنا خطي مشغول، بيدي المتصل مشغول، إزاي أعمل الخدمة دي؟ عن طريق نجمة بعد كده 90، نجمة 90، بعد كده بكتب الرقم المحول إليه، الرقم الاتصالات يعني نجمة 90، بعد كده الرقم، بدوس اتصال بيتم تحويل المكالمات لرقم تاني في حالة انشغال الخط في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء تحويل المكالمات في حالة انشغال الخط في يمن موبايل اليمن. لو أنا كنت عامل تحويل للمكالمات في حالة انشغال الخط، أقدر ألغي التحويل ده عن طريق الكود نجمة 900. بتصل برقم نجمة 900 كود إلغاء تحويل المكالمات في حالة انشغال الخط. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة اتصل بي في يمن موبايل اليمن. لو مش معايا رصيد وعايز أبعت لشخص أو أي صديق رسالة اتصل بي عن طريق كود نجمة 3 5، نجمة بعد كده رقم الموبايل اللي هتبعت له رسالة، بعد كده شباك، نجمة 3 5 نجمة الرقم شباك. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تعبئة الرصيد لرقم آخر في يمن موبايل اليمن. كود تعبئة الرصيد لرقم آخر في يمن موبايل، الكود هو 184184. بتصل بقدر أشحن الكارت لرقم آخر في يمن موبايل. بكده ممكن أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة تعبئة الرصيد في يمن موبايل اليمن. لو عايز أعبي رصيد أو أشحن الكارت في يمن موبايل عن طريق الاتصال بالكود ده نجمة 3 1، بعد كده رقم الكارت اللي أنا هشحنه، بعد كده شباك، نجمة 3 1 رقم الكارت شباك، كود تعبئة الرصيد في يمن موبايل اليمن. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء تحويل المكالمات في حالة عدم الرد في يمن موبايل اليمن. لو أنا كنت عامل تحويل للمكالمات في حالة عدم الرد في يمن موبايل، أقدر ألغي التحويل ده عن طريق الكود نجمة 920، نجمة 920 كود إلغاء تحويل المكالمات في حالة عدم الرد في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة عدم الإزعاج في يمن موبايل اليمن. كود تفعيل خدمة عدم الإزعاج في يمن موبايل، الكود هو نجمة 80، نجمة 80 وبدوس اتصال. ده كود تفعيل خدمة عدم الإزعاج في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود التنبيه بوجود مكالمة في يمن موبايل اليمن. كود التنبيه بوجود مكالمة في شبكة يمن موبايل، الكود هو نجمة 7 4، نجمة 74 كود تفعيل خدمة التنبيه بوجود مكالمة في يمن موبايل اليمن. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء تفعيل الكاشف الذكي في يمن موبايل اليمن. لو أنا كنت عامل خدمة الكاشف الذكي أقدر ألغيها من خلال الاتصال على الكود ده، نجمة 123 نجمة 123، أدوس اتصال، بيتم إلغاء تفعيل خدمة الكاشف الذكي في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل المكالمات لرقم آخر في حالة إذا كان الجهاز مغلق في يمن موبايل اليمن. أقدر أحول المكالمات بتاعتي لرقم تاني لو أنا موبايلي مغلق وحد بيتصل بيا، عن طريق الاتصال بالكود ده نجمة 68، بعد كده رقم الموبايل اللي هحول له المكالمات نجمة 68، بعد كده بضيف رقم الموبايل وبدوس اتصال. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء تحويل المكالمات لرقم آخر في حالة إذا كان الجهاز مغلق في يمن موبايل اليمن. لو أنا كنت عامل تحويل لرقم تاني لو الجهاز مغلق، أقدر ألغي التحويل ده من خلال الكود نجمة 680، نجمة 680 كود إلغاء تحويل المكالمات لرقم آخر إذا كان الجهاز مغلق. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل المكالمات لرقم آخر في حالة عدم الرد في يمن موبايل اليمن. لو أنا عايز أحول مكالمات إذا أنا مردتش على الموبايل لرقم تاني، أقدر أعمل الخدمة من خلال الكود ده نجمة 92، نجمة 92، بعد كده بكتب رقم الموبايل اللي أنا هحول له المكالمات. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة سلفني في يمن موبايل اليمن. كود خدمة سلفني في يمن موبايل، لو عايز أستلف رصيد من الشركة أقدر أعمل الخدمة من خلال كود نجمة 100 شباك، نجمة 100 شباك كود خدمة سلفني في يمن موبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود الاستعلام عن خدمات الإنترنت في يمن موبايل اليمن. كود الاستعلام على خدمات الانترنت في يمن موبايل، لو عايز اشترك في الانترنت او اعرف كل الخدمات اللي بيقدمها شركة يمن موبايل، عن طريق الاتصال برقم 123 مجانا بدون فلوس 123، كود خدمات الانترنت في يمن موبايل اليمن. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنوا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة تفعيل الكاشف الذكي في يمن موبايل اليمن. لو عايز أفعل خدمة الكاشف الذكي في يمن موبايل، هي إيه كشف خدمة الكاشف الذكي؟ هي لو موبايلك مغلق وحد اتصل بيك، أول ما تفتح الموبايل يجيلك رسالة برقمه. طيب افعل الكود ده ازاي؟ عن طريق الاتصال بنجمة 122، نجمة 122 كود تفعيل الكاشف الذكي في يمن موبايل. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود الاستعلام عن الرصيد في يمن موبايل اليمن. كود الاستعلام عن الرصيد في يمن موبايل، لو عايز تتعلم على رصيدي أو رصيد باقة النت مزايا عن طريق الاتصال بواحد تمانية واحد 181، كود الاستعلام عن رصيد في يمن موبايل اليمن. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الكود، شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.